أبو عبد الله، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. عليكم السلام. حياك الله. كيف حالكم؟ الشيخ اسمعني؟ يسمعك الشيخ. الشيخ أبغى تستفسي منك عن موضوع ادخار أرامكو، والموضوع الثاني المتاجر في طايق سوى المنتشر الآن. طيب. واضح؟ أما نعم. الادخار في صدى يا أخي. طيب في صدى الأخوان في قصيم استديو، لعلكم تعالجون هذا. تفضل. أقول السؤال الأول وهو الادخار في أرامكو أو في غيرها، نظام الادخار، فهذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه ربا، لأنه من الربا. وكذلك أما مسألة بطاقة سوى، بطاقة سوى، والله بطاقة سوى أنا لا أعرفها ولا أستطيع الإفتاء فيها. نعم.